ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الاعلاميه الجزائريه ايمان صحراوي وتعرضها لموجه من الانتقادات كبيره جدا بسبب رقصتها الشاويه، وان هي كانت مندفعه في الرقصه شويه وبترقص يعني باستعجال او من فرحتها. في ناس انتقدتها وقالت لا ده هي اهدى من كده والرزانه بتاعتها راحت وايه ده ومش ايه ده، والاخرين قالوا يعني رد مناسب جدا. من وجهة نظري انا شايفة طبعا مناسب، انه اني دي واحدة فرحانة بزوجها، فرحانة ان هو بيحبها، ربنا يسعدها، سعيدة بحياتها، مقبلة على حياة جديدة، ففرحانة وبتعبر عن فرحتها حتى لو بتعبر بزيادة شوية. للأسف الشديد في بعض الناس وظيفتها ان هي تنتقد بس وتبوظ فرحة الناس. واحدة عروسة حتى لو فرحانة شوية او زيادة شوية ما فيهاش اي حاجة. وكمان معانا رقصة رومانسية ليها هي وزوجها زكريا، ربنا يسعدهم يا رب، واللي علقوا عليها الناس بالحب واضح ما بينهم والانسجام والكيمياء واضحة ما بينهم قوي، ربنا يسعدهم ويحميهم من العين. يوفقهم يا رب ويسعدهم ويصح حضراتكم اجمعين يا رب، ويصلح حالنا جميعا يا رب، ويروق بالنا ويهدلنا نفسنا يا رب العالمين، ويا رب يبعد عنا الناس الوحشه دايما، اللهم امين، ولا تجمعنا بيهم يا رب العالمين. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.